السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير البنات، واش راكم؟ شرح كامل تكونوا لاباس. اليوم بإذن الله جبت لكم بريوش خفيف وهشيش ورائع جدا لقهوة العصر. شوفوا هنا درت كاس تاع الحليب يكون دافي، وعلى الكاس هذا راح نزيد مغرف كبيرة تاع الخميرة، ورايح ندير مغرف كبيرة تاع العسل. صدقوني البنات، العسل خير من السكر، تمتم تتفاعل للخميرة تاعكم، جربوها وتشوفوا واش راني نقول. اذا راح ندير هكذا، وشوفوا هنايا، هنا عندي فارينه مع سميد، خلطت فارينه مع سميد، الكميه الكبيره نتاع الفارينه والكميه الصغيره نتاع السميد. يعطي لكم كي ديروا مزيج بين الفارينه والسميد يجي بريوش تاعكم رائع رائع، شاد روحه وخفيف، وكي تاكلوه تحسوا باللي راكم تاكلوا بريوش، ومي كي تخلوه حتى الغدوه يكون يعني شاد روحه. اذا هنا رايحة نغطيه ونخليه حتى تتفاعل هذيك الخميرة. شوفوا كيفاش تفاعلت الخميرة. بعد هنا راح نزيد المكونات الباقيين. هنا ندير حبة بيض، وندير نص كاس سكر، ونزيد نصف كاس زيت، ونزيد هنا راح ندير مغرف نتاع الملح ومغرف نتاع لافاني، وندير ساشي تاع الخمارة، خميرة الحلويات هذه ثاني منيحة تساعد البريوش تاعكم يكون خفيف. وهنا درت حبة قارص قشور، حبة قارص، وهنا راح نزيد قشور حبة الليمون. هنا اختياري، حبيتو ديروها ديروها، لا ما حبيتوش ما ديروش، ولكن يعطي البريوش تاعكم يعطي لها نكهة رائعة جدا جدا. هنا راح نخلط المكونات كامل، ورايحه ندير الفرينه. هنا الفرينه ومع السميد، كيما الفرينه درت فرين الكميه كبيره نتاع الفرينه وكميه صغيره نتاع السميد، خلطتهم هكذاك ورايحه نديرهم مع بعض هكذا، ونزيد غير بشويه تدريجيا برك هكا حتى تتلم العجينه. هي هنا دو بريفيرونس تدخلوا يديكم لداخل باش تكون على بالكم الى مخصوصه الفرينه ولا لا، والبريوش تاعكم ما لازمش يكون يابس، لازم يكون نوعا ما طري. شوفوا هنايا يديكم كي تكون حصله في العجينه، ما تكونوش على بالكم الى تزيدوا الفرينه ولا لا، توجو مسوها باليد اللي نظيفه. هنا رايحه جوست هكا برك نلمها كيما يقولوا، نلم برك العجينه هكذا هكذا، خاصة معها قهوة تاع العشية تحطيها في الطبسي عندك أجر كبير كبير. هنا شوفوا بعد ما خمرت حطوها قدام المدفأة تخمر لكم إلى كان الجو بارد، وراح نقطعوها هنا بلا ما تعجنين بلا ما تديري حتى حاجة، خليها تخمر. كي تخمر لكم كسروا لها الخمورية إن فوا، زيدوا عاودوا خلوها لا دوزيام فوا، خلاص راح تخدموا بها. هنا ما تكسروا لهاش هنايا الخمورية بزاف، جوست برك هكذا وقطعوها باش تمتم تطلع لكم هكذا، ونصقموها كامل هكا دي بول يكونوا صغار شوية هكذا. هنا تقدروا تحشوها لداخل بالشوكولا ولا لا كونفيتور كيما حبيتوا، ولا حبيتوا تقدروا تخلوها هكا. انا دو بريفيرونس نخليها هكذا، ولا درت لها شوكولا دو بريفيرونس حتى وين طيب باش ندير الشوكولا. هنا شوفوا بعد ما كملتهم كامل رايحه ندير هنا عندي نسكافي، حندير لها شويه تاع الماء، ما لازمش ديروا نسكافي هكاك ديريكتومون البيض، حتى نديروا لها شويه برك نتاع الماء، ونديروها داخل حبه بيض ونخلطها كامل هكا، منها تعطي لي اللون ومنها تعطي لي الذوق. هنا قبل ما تخمر، انا نحب ندير قبل ما تخمر ندير لها يعني نديرها البيض من الفوق هكذا، نديرو لها مرة الأولى، ومن بعد كي تخمر لي نزيد لها مرة ثانية باش تشد فيها البيض وتعطي لنا اللون رائع رائع. أنا نخلوها، شوفوا هنايا بعد ما خمرت زدت لها البيض، مسحتها كامل مسحة خفيفة برك، وهنا راني نرش بالجلجلان وندخلها 160 درجة
حتى نوين نشوفها بلي طلعت مليح وبعد نشعلها من الفوق. شوفوا كيفاش طابت لهنا غير كيما نحيتها، ما قدرتش ميم با نمسها، وراح ندير لها من الفوق العسل او لا كونفيتور باش تعطي لنا هذاك البريق. هنا اختياري، تحبي تخليها هكاك تحبي ديري لها لا كونفيتور من الفوق ولا العسل. بعد ما تمسوهمش كامل حتى وين يبردوا باش تنحوهم هكذا. ان شاء الله البنات الصغار يجربوا الوصفات. ما بقالي غنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.